نشرة الأخبار على إذاعة الحياة فم. نشرة الأخبار من إذاعة الحياة فم، أهلا بكم. البداية بالعناوين: حضور مميز لزيت الزيتون التونسي المعلب في المعرض الدولي للصناعات الغذائية بنيويورك. وفي صفاقس إعادة فتح المصب الوقتي بطريق الميناء خلال الساعات القليلة القادمة. لبنان يعرب عن رفضه لتهديدات كيان الاحتلال. في تفاصيل أخبارنا، أعلنت وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن في بلاغ أصدرته منذ قليلة أنه تفاعلا مع ما تم تداوله حول وضعية طفلة تبلغ من العمر 11 سنة أصيلة إحدى المناطق الريفية بولاية القيروان تعاني من مرض وراثي خطير، أذنت الوزيرة لمصالح المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بالقيروان بمتابعة وضعية الطفلة المعنية وأسرتها وزيارة منزلها بالتنسيق مع نشطاء المجتمع المدني بالمنطقة. سجل زيت الزيتون التونسي المعلب حضوره المميز في الصالون الدولي للصناعات الغذائية الذي ينتظم من 12 إلى حدود 14 من شهر جوان الجاري بنيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية. وتهدف هذه المشاركة وفق بلاغ صادر عن المركز الفني للتعبئة والتغليف إلى دعم صادرات زيت الزيتون التونسي المعلب نحو الأسواق الأمريكية التي تعتبر من أهم الأسواق الواعدة لتصدير الذهب التونسي الأخضر. جهويا، أعلن رئيس بلدية صفاقس منير اللومي عن إعادة فتح مصب الفضلات الوقتي بطريق الميناء خلال الساعات القليلة القادمة من أجل استغلاله لبضعة أسابيع، وذلك بعد امتناع الطرف الاجتماعي وأعوان البلدية عن تجميع الفضلات المتراكمة بطرقات وأنهج مدينة صفاقس. وطنيا، قدم عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات القاضي العدل لحبيب الربعي استقالته بصفة رسمية من عضويته بمجلس الهيئة وأودعها بمكتب الضبط وفق ما أكده المدير الجهوي للاتصال بهيئة الانتخابات فيصل ذو في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. دوليا، اعتبر صحفيون في المغرب أن التطبيع الإعلامي مع كيان الاحتلال جريمة في حق الفلسطينيين والمغاربة والإنسانية. جاء ذلك في بيان يحمل توقيع عشرات الصحفيين المغاربين من أبرزهم أبو بكر الجامعي وعلي أنزولا. ختام نشرتنا الإخبارية، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين: حضور مميز لزيت الزيتون التونسي المعلب في المعرض الدولي للصناعات الغذائية بنيويورك. صفاقس إعادة فتح المصب الوقتي بطريق الميناء. وفي لبنان، أعراب عن رفض تهديدات الكيان الصهيوني من قبل الصحفيين. كانت معكم سيوار بن حميدة، لأكثر تفاصيل زوروا الصفحة الرسمية الحياة فام على الفيسبوك. نشرة الأخبار على إذاعة الحياة فام.